قد يعاني البعض من الضعف الجنسي لأسباب مختلفة، خصوصا في المرحلة ما بين عمر 40 إلى 70 عاما، لذلك قد يلجؤون لاستخدام المنشطات الجنسية والتي أصبحت منتشرة مؤخرا بأنواع مختلفة لمعالجة هذه المشكلة. لكن السؤال هو، ما المخاطر المترتبة على استخدام مثل هذا النوع من المنشطات، خصوصا إذا لم تكن باستشارة الطبيب؟ للحديث أكثر عن الموضوع انضم إلينا في الاستوديو الدكتور خالد قطب، أخصائي جراحة كلى ومسالك بولية وعقم عند الرجال. دكتور خالد صباح الخير. صباح الخير. صباح الخير دكتور. صباح الخير. يعني الآن ما مدى خطورة المنشطات الجنسية على الرجل، خصوصا للكبار في السن، وتأثيرها أيضا عليه وعلى صحته؟ صباح الخير. بداية نحكي أنه أي عقار ممكن يتناوله المريض يفضل أنه يكون بوصفة الطبيب، لأنه في عقارات لدرجة أنه البين كيلرز اللي هو المسكنات الألام ممكن يتسبب مشاكل كبيرة للصحة يعني، فما بالك اللي هو الأدوية اللي بتأثر دايركتلي على اللي هو البلد سبلاي أو اللي هو تدفق الدم، وخصوصا في الأوعية الدموية الدقيقة اللي هي مؤدية لحالة الضعف الجنسي. فلذلك أي دواء أو أي عقار ممكن يأخذ المريض في هدف التحسين من الأداء الجنسي هو خطورة. لو ما راح الدكتور، يعني راح الصيدلية وأخذها، للأسف الشديد هلأ بسبب تعاظم مشكلة اللي هو الضعف الجنسي خصوصا بالشرق الأوسط، شركات الأدوية ركزت اهتمامها كتير على هاي المنطقة، لذلك انه هلا مجرد انه الصديقين يحكوا مع بعض، واحد يعطي الواحد، لا ممكن يعني حتى الصيدلي اذا بتروح عنده يعني اقل خطورة، بس هلا صارت تتداول بين الاصحاب بين الاصدقاء والى اخره. على السوشيال ميديا في بعض المواقع التواصل بتبيع بعض اكيد 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 غير مرخصة. اكيد 100%. هلا في عنا 3 أدوية مرخصة في الدولة او بمنظمة الصحة العالمية، 3 أدوية مرخصة لهاي اللي هو التدلافيل اللي هو معروف بالفياجرا والسلدلافيل والفيلدرافيل. هدول الأدوية طبعا المين تارجت تبعهم أو الهدف الرئيسي تبعهم اللي هو تحسين ضخ الدم في الأجهزة الجهاز التناسلي للرجل. هلا احنا بنحكي المرضى اللي بيكون عندهم ويضخ الدم اكثر، يعني مفعوله هو يضخ الدم اكثر في الأجهزة التناسلية. فما بالك اذا كان المريض عنده مشاكل، طبعا اذا كان في عنده مشاكل في القلب، في الأوعية الدموية، في الشرايين. صحيح دكتور انه اشهر دواء لمعالجة الضعف الجنسي اصلا تم اكتشافه بالخطأ، هو كان في يقوم باختبارات على دواء للقلب لزيادة التدفق الدم. بالضبط كلام سليم. طيب هل هذا يعني انه الخطر الاساسي هو انه ممكن يصاب بسكتة قلبية من يستخدم هو مؤخرا في منظمة الصحة العالمية أو آخر كونفرنس كان في مينز هيلث اللي هو صحة الرجال، المؤتمر اللي عقد في نيس في 2010، أثبتوا أنه في حالات وفاة كتيرة يعني صارت بسبب تناول العقار، الناس مش ماخدين فول كونسلتيشن أو معلومات كاملة من المريض. يعني هلأ المريض إذا كان عنده ارتفاع أو هبوط في ضغط الدم، إذا كان بتناول النترات اللي هي الأدوية اللي بتناولها في حالات اللي هو السكتة الألم الصدري أو الألم القلبي وإلى آخره، إذا كان في عنده سكر، إذا كان في عنده ضغط، إذا كان بتناول هاي الأدوية، في أدوية لا تتناسب مع هذا الدواء بالذات. في للأسف الشديد حتى الشباب هلا صاروا مجرد انه بدهم الان الشباب صارت متداوله بين يدينهم وصارت سهله جدا، يشعر انه غير قادر ويوهم نفسه ويروح يلجأ للحبوب. تأثيرها دكتور على المستقبل، خلينا نحكي ونطمن الشباب انه اذا كان ما في عنده مشاكل جنسيه، تناول الحبه لا يجعله أو لا يزيد من أداءه الجنسي. يعني إذا ما في عندك مشكلة عضوية أنت بالذات،
انك بتاخذ الحبه ما بصير، مش راح يصير لك شيء الا اذا كان هي شغله نفسيه طبعا. لانه احنا خلينا نحكي 20 الى 30% من مشاكل الضعف الجنسي هي عباره عن مشاكل نفسيه. صحيح. 20 الى 25% منها اللي هي مشاكل كومبينيشن بين المشاكل النفسيه والعضويه، و40% هي مشاكل عضويه. والمشاكل العضويه الجنرال يعني مثل ايش؟ اللي هو مشاكل في الشرايين والاورده الدمويه. الشغله الثانيه اللي هو هبوط اللي هو التستوستيرون او اللي هو الهرمونات الذكريه والى اخره. فلذلك هو الاتجاه للطبيب هاي من الشغلات اللي مهمه جدا لعلاج هاي الشغله. طيب بعيدا عن هذه الادويه يعني، واكيد قبل اختراعها اكيد كان في منشطات طبيعيه، ويمكن بالزبط. من عنده امراض قلب وكما بالزبط. ذكرت بعض الامراض المزمنه. طب ايش الحلول المفروض يلجأ لها بعيدا عن هذه الادويه؟ اللي هو خلينا نبدا في الستيل اوف لايف، يعني اللي هو اذا كان ممارسه الرياضه، الابتعاد عن الاكل الدهون اللي بتسبب اللي هو السمنه الزائده، بتسبب اللي هو السكر. هلا احنا عم نحكي مثلا في السعوديه تقريبا عندنا 20% من سكان السعوديه بيعانوا من مرض السكر. مرض السكر دمين ريزن او السبب الرئيسي، سبب الرئيسي للضعف الجنسي. لانه مرض السكر هو يتلف الاورده الدمويه الدقيقه، وهي اكثر شيء هي موجوده في الاجهزه التناسليه والجهاز التناسلي عند الرجل. البدائل اللي هو الرياضه، المحافظه على الجسم الرصد، اقصد اكل الأكل. او لا، سي فود من الاشياء اللي فيها، حتى في اكتشفوا يعني اكتشفوا مؤخرا انه الفراعنه كانوا يعملوا كومبينيشن بين الجمبري والثوم، اكل الجمبري والثوم. الدراسات الحديثه اثبتت انه فعلا الجرجير، الخضار والفواكه بجميع اشكالها، الفيتامينز الطبيعيه غير الفيتامينز. هلا في برضه كمان في السوق غير الادويه، الثلاث ادويه اللي حكينا عليهم، في المكملات الغذائيه، حتى المكملات الغذائيه اللي موجهه طبعا هم اقل خطوره هاي المكملات الغذائيه. نعم. بس بضل في نسبه، اذا كان في عندك مرض سكر او ضغط او شيء ممكن ياثر عليها. كل الاحوال يجب استشاره الطبيب. شكرا جزيلا للدكتور خالد قطب، اخصائي جراحه كلى ومسالك بوليه وعقم عند الرجال. موضوعنا كان عن المنشطات الجنسيه. شكرا 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 كثير.